أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول المؤلف رحمه الله: وتعاهد إيمانك، نرجو من فضيلتكم أن تدلونا على كيفية تعاهد الإيمان. تعاهده بالاستغفار والتوبة وتقويته بالعلم، هذا التعاهد. تعاهده بالتقوية بالأعمال الصالحة وطلب العلم وبالاستغفار والتوبة من النقص الذي يحصل فيه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.